دايما احنا عندنا مقولة كده بتقول العمر مش مجرد رقم. المقولة دي فعلا تنطبق على سيدة في الولايات المتحدة الأمريكية اسمها ماي بيل، عندها 82 سنة، قدرت انها تحقق حلمها وكمان تحصل على البكالوريوس في هذا السن من جامعة ميريلاند في واشنطن. رحلة كفاح حقيقة وتحدي هنعرفها من خلال هذا التقرير. كبار السن بيوصلوا رسالة للعالم كله إن النجاح والإبداع والتفوق ملهمش أي علاقة بتقدمهم في العمر. علشان كده النهاردة بنقدم لكم نموذج استثنائي للكفاح والتحدي. النموذج ده لسيدة في الولايات المتحدة الأمريكية اسمها ماي بيل، عندها 82 سنة، احتفلت بحصولها على درجة البكالوريوس من جامعة ميريلاند في واشنطن في إدارة الأعمال. ماي بيل ممرضة وناشطة مدنية ومجتمعية معروفة في ماريلاند على مدار سنين طويلة جداً. حصلت على 12 جايزة لأنها ساهمت في حل وعلاج بعض القضايا الاجتماعية في مقاطعة هاورد، وده من خلال مساندتها ومساهمتها في تنفيذ البرامج والمشاريع اللي بتساند المرأة الأمريكية واللي بتتعرض للتنمر بسبب لون البشرة. من ضمن إنجازات السيدة ماي بيل إنها حصلت على جايزة Women on the Move في 2016 من المؤسسات المتخصصة كتقدير للفرق اللي عملته جوه مجتمعها. ماي بيل اشتغلت ممرضة لسنين طويلة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وفي وقت من الأوقات قررت تدخل مجال إدارة الأعمال، وعشان تدخل المجال ده لازم تكون درسته كويس. فراحت بيل والتحقت بجامعة ميريلاند علشان تدرس وتذاكر، وبعد فترة من الجهد والتعب نجحت وحصلت على درجة البكالوريوس. أصدقائها كانوا بيقولوا لها إن الموضوع طويل وإن الطريق صعب، إزاي هتذاكري وتحضري محاضرات؟ لكن كل ده ما كانتش بتسمع له وما بتهتمش بيه. وواحدة واحدة أخدت الأمور ببطء وسجلت اسمها في الكلية وبدأت تدرس وتحضر وتذاكر لحد ما اتخرجت، وقررت الجامعة تكرمها تكريم استثنائي جوه الحرم الجامعي. بعد التكريم اللي حصلت عليه أصبح اسمها متداول في كل منصات السوشيال ميديا وكالات الأنباء المحلية والعالمية، ووجهت رسالتها لكل الشباب وقالت لهم ما تسمحش للناس إنها تهزمك، لأنهم عاوزين يوجهوك تعمل إيه وإزاي تعمله وإمتى تعمله، وكل ده مرفوض لأنك لازم تعمل اللي أنت عايزه وبس.